مشاهدينا مشاهدي القناه الثانيه في كل مكان، بنرحب بحضراتكم معنا حلقه جديده على ارض مصر. حلقتنا لهذا اليوم هي حلقه 22/7/2024، نتحدث عن برامج الحمايه الاجتماعيه وتوزيع مظله الحمايه الاجتماعيه لتشمل المزيد والمزيد من الفئات. نتحدث عن التوسع ببرامج الدمج والتمكين الاقتصادي للمتعافين من الإدمان. هنتكلم عن منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية الشاملة في مصر. هنتكلم عن برامج الحكومة الجديدة اللي بتستهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية. وبستني يكون موجود معايا دكتوره بسنت البربري، دكتوراه في العلوم الاجتماعية من جامعة الإسكندرية. أهلا بحضرتك معنا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. خلينا نعرف الناس أكتر ببرامج الحماية الاجتماعية. تفضلي. برامج الحمايه الاجتماعيه خاصه في ظل التعديلات الوزاريه الجديده، طبعا ده تاكيد من القياده السياسيه اللي هو مهتم بالمواطن ومهتم بالفئات الاكثر احتياجا والاكثر مسانده من الدوله. وطبعا برامج الحمايه الاجتماعيه طبعا يعني مش حاجه حديثه على الدوله، وانها حاجه من زمان جدا من الخمسينات، بس ظلت تطورت واحنا شفناها ودورها بارز جدا في ظل فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده دور بارز جدا ومهم وبنشوفه في كافه ملفات الدوله، من تعليم، من صحه، من اسكان، من اطفال بلا ماوى، من مسنين، من فئات اكثر احتياجا. فده بيشمل كل برامج الحمايه الاجتماعيه. وطبعا الحقائب الوزاريه الجديدة اللي هي دلوقتي اتغيرت بإذن التعديلات الوزارية، ده يدل ان فخامة الرئيس ومعالي دولة رئيس الوزراء ليس بغافل عن متابعة هذه الملفات، لانها لازم تعمل لها ابديت باستمرار وتحديث وتبقى لاحتياجات المواطن. وطبعا احنا شفنا التضخم طبعا يعني أثر كتير جدا على الظروف الاقتصادية لحياة المواطن المصري، فكان لابد من التعديل الوزاري والتغيرات الوزارية في كافة الحقائب الوزارية، وذلك ده مساندة للمواطن من الدولة المصرية. وده بيأكد يعني رسالة لكل مواطن مصري، أنا معاك في ظل ما الحاجة بتبقى غالية، أنا معاك. أنا يعني حضرتك يعني حضرتك عارف المثال إيه، ما تديني السمكة ولا علمني اصطاد، لا كمان علمني ازاي اصنع السنارة اللي انا اصطاد بيها. ففخامه الرئيس ماشي على هذا المثل، انا مش هجيب عربيات، مش اوزع لحمه، مش اوفر سلع انتاجيه او سلع تمويليه للمواطن، ولكن انا هغير لك في شكل القانون اللي بيتنفذ على الارض، في اللائحه التنفيذيه بتاعته، في البرامج، في المبادرات، وما تكونش حاجه سوريه ولكن تكون تغيير جذري وايجابي وملموس في المجتمع وصالح المواطن. زي ما شفنا حضرتك كده في مبادرة حياة كريمة. يعني واحدة من أهم المبادرات على الإطلاق طبعا، عاملة زي الأمبريلا للكرة في الريف المصري. يعني أكتر حاجة دلوقتي إن أنت ممكن تنمي بلد تنميها عن طريق الاقتصاد الرقمي معرفي اللي أنت يعني. طب خليني أخذ من حضرتك مبادرة حياة كريمة واتكلم عليها بشكل تفصيلي، باعتبارها يعني تطبيق حي للتضامن الاجتماعي ومجهودات الدولة ومظلة الحماية الاجتماعية. هذه المبادرة يمكن شملت مجال الصحة، شملت مجال التعليم، شملت البنية التحتية، المياه النظيفة، الصرف الصحي، الكهرباء، الإنترنت، تبطين الترع والحفاظ على المياه المتسربة، طبعا بناء المدارس. خلينا نتكلم أكتر برضو على حياة كريمة وإيه اللي تم من خلال حياة كريمة حتى الآن، وما إذا كان هناك استمرار لهذه المبادرة الأيام القادمة. البداية كانت مع القرى الأكثر احتياجا ثم تمتد حاليا إلى مزيد من القرى في الريف المصري. طبعا احنا شفنا المبادرة الرئاسية حياة كريمة في كرة مصر وصعيد مصر بالأخص، احنا شفنا قد ايه في كوفيد 19 حتى العمالة غير منتظمة لقت لنفسها فرص عمل، ما بقاش في بطالة، المدارس اتبنت اكتر، الناس اللي هم محدودي الدخل لما بيبقوا عايزين مثلا يستعلموا على المعاش وكده، تم انشاء بنيه تحتيه تكنولوجيه في كره مصر، اكثر من 357 مركز تكنولوجي حكومي بيقول للمواطن انا معاك، ليه ما تتكبدش مواصلات، ما تتكبدش اللي انت تدفع، لا انت ممكن تستعلم عن طريق الانترنت. وفر كتير جدا من فرص العمل، بنى مدارس، يعني اعد البنيه بتاعه القريه، يعني كل مواطن او كل مثلا حد عايش في القرية يبقى عنده بيت مثلا، ما ينفعش ما يبقى ما عندوش سقف. فده طبعا احنا لمسناه في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فهي ما اهتمتش بالشخص ذات نفسه، اهتمت كمان في الإطار اللي هو بيعيش فيه. اتكلمت في البنية التحتية بشكل يعني تفصيلا، يعني مثلا عندنا المشروع اللي هو تبطين الترع ده جذب الاستثمار مصر أكتر، بقى فيه مزيد من الاستثمارات والتنمية الاقتصادية والاستثمارية، فده طبعا بيخلي فيه دخل قومي، وناتج للدخل القومي بيخلي المواطن يعيش مستوى حياة كريمة. فوائد تبطين الترع من وجهة نظر حضرتك؟
اللي هي زودت من الاستثمارات وحجم الاستثمارات وجذبت المستثمرين لمصر اكتر. خلينا نقول ايضا يعني اضافه لهذا الحديث ان تبطين الترع منع تسرب المياه، وبناء حافظنا على كميه المياه التي تصل الى الروافد المختلفه، بالاضافه زي ما حضراتكم كنتوا عارفين ان هذه الترع كان فيها مرض البلهارسيا اللي مصر سعت لسنوات للقضاء عليه. النهارده مع تبطين الترع اصبح هذا المرض ينحصر بشكل كبير. مش عاوزين نغفل ايضا اذا كنا بنتكلم عن صحه المواطن، لا نغفل مشروعات الصرف الصحي التي اقيمت في الفتره الاخيره ومحطه الصرف الصحي الكبيره والحديثه اللي تم انشائها في قرى مصر. وصول المياه النظيفه كنا بنشوف على مدار سنوات المياه تصل من خلال التنكات بتاع المياه وتم نقلها على العربات المختلفه. النهارده المياه النظيفه تصل الى كل قرى مصر والكثير والكثير من خلال هذه المبادره. اذا كنا هنتكلم على برامج الحمايه الاجتماعيه وما تقوم به وزارة الضمان الاجتماعي الآن وضم فئات جديدة إلى هذه المظلة، يعني أبقى حابب أن أنا أتكلم عن ذوي الهمم والاهتمام بيهم بشكل هو كبير. في الحقيقة الخبر أسعدني، يعني زيادة 73 ألف أسرة دوت مش عدد قليل جدا، والدولة طبعا وطبعا ده في ظل توجهات فخامة الرئيس، والدولة يعني ما غفلتش إن إحنا لازم نضيف أسر. أكيد كان في أسر ويتنج فطبعا اتضافت الفترة اللي فاتت، ودي حاجة كانت مفرحاني جدا. كانت المرأة برضو كانت مستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة. ما بقاش بس في تكافل وكرامة، بقى في اللي هي ممكن برضو تنضم لبرنامج تحويشة، تتعلم ازاي تحوش. يعني قضينا مثلا على الصندوق اللي هو كان زمان من حديد في القرية وحد يحوش فيه، بقى برنامج ديجيتال الكتروني. المرأة المصرية بقت تتعلم الارقام، في عندنا ناس ما كانوش يعرفوا 1 2 3 4 5، كان في مبادرة محو الأمية الرقمية اللي انا بعلمك الارقام عشان تقدر تحوش وتقدر تستثمر ويبقى عندك فيزا ميزة وتشتري بيها وتعمل مدفوعاتك الحكومية، فده سهل كتير جدا. كانت زمان مثلا المرأة في القرية بتاخد مثلا من حد مثلا منتج بنظام الآجل عشان تبيعه، وعلشان خاطر لما تروح تاخد المنتج ده أو السلعة اللي هي عايزة تبيعها كانت بتروح لحد تشيل عنده ابنها وتركب مواصلات وكده. دلوقتي ده كل ده وفر لها، ممكن تدفعه من خلال البرنامج ويوفر لها المنتجات اللي هي عايزة تروج او تبيع، تبقى هي زي مستثمره صغيره او رياده صحيح. اعمال صحيح. صغيره، وده بيكبر زي مثلا ايه جمعيه صغيره زي بنك صغير دور ده كده. دعم مباشر للمراه المعنيه. فدي كانت برضو طفره كبيره جدا للمراه المصريه، بما ان انا مش بلقنها بس دعم نقدي، انا بخليها ازاي تفكر اللي هي تبتكر وتعمل افكار ابتكاريه لترويج المنتج بتاعها، وان هي يكون عندها دخل ثابت، وده برضو بيمكنها اجتماعيا اللي هي بتوسعي افاقها. يبقى عندها تمكين اجتماعي، طول ما يبقى عندها مادة في إيديها ما فيش أي حاجة في الدنيا تقدر تكسرها، عشان يبقى أي حاجة في متناول إيديها ما تبقاش على طول في دايرة الاحتياج، لا هي في دايرة الإنتاج ممكن تبقى قائد. ما دي فكرة دعم المرأة المصرية، كان عندنا عام هو عام المرأة المصرية، وأعتقد هي دي سياسة فخامة هو الرئيس. بصراحة ما كانش عام واحد، هو بقيت الأعوام فأصبحت كل أعوام هي أعوام المرأة المصرية. اهتم بملف المرأة وتمكينها في شتى المجالات. شفنا طبعا 25% من البرلمان نسبته من المرأة المصرية والسيدات، دخلت في كل المجالات. ما بقاش نقول لا ما ينفعش مرأة تبقى قاضي علشان هي قلبها ممكن يبقى ضعيف، لا المرأة بقت قوية وقادرة، وطبعا الأسس العلمية والأفاق عندها زادت، فده طبعا بيصب في المجتمع، وطبعا أساس نجاح أي دولة بيتوقف على نجاحية التعليم والصحة طبعا. فالمرأة زمان كانت محرومة اللي هي تخرج، محرومة اللي هي تتعلم، فكلما تعلمت وبقت قادرة بقت مساهمة في التنمية. شفناها في الحروب، في الإسعافات الأولية كانت مساندة للراجل إزاي، شفناها في الحروب والنكسات كانت بتدعمه. شفناها في الأحداث السياسية على مدار آخر 10 سنوات وآخر 12 سنة المرأة كانت تتصدر المشهد. ما أقدرش أقول إن المرأة نص المجتمع، ولكن المرأة كل المجتمع مساندة للراجل كتف بكتف. خلينا نطلع مع حضراتكم لهذا الفاصل ولنا عودة مرة أخرى لاستكمال هذا الحوار. مكملين مع حضراتكم حلقتنا هذا اليوم ولسه بنتكلم في اطار مظله الحمايه الاجتماعيه، نتحدث عن ذوي الهمم ومبادره الرئيس قدرهم باختلاف. خلينا نتكلم اكتر عن هذه المبادره اتفضلي. احنا طبعا دلوقتي بالنسبه لذوي الاعاقه احنا مش بنقول المعاق معاق، لا هو اعاقه بلا طاقه، يعني لا نحول الاعاقه بقى لطاقه، مش بلا طاقه زي زمان والنظره السلبيه المجتمعيه، لا هم عندهم طاقه وعندهم قدره بس مختلفه.
قادرين ينتجوا في المجتمع. وطبعا دعم فخامه الرئيس ليهم ده شجعهم اكتر ان هم يبرزوا مهاراتهم ومواهبهم، فكره وان توظيف هم الصح يكونوا للمهاره يعني. منتجين. حضرتك شفنا منهم حققين بطولات و في المجال الرياضي ومجال الاعلام، وشفنا منهم متميزين، وده يعد قدوه لذوي القدرات الفائقه، قدوه ليهم ان انا ممكن ابقى بطل زي دوت، ممكن ابقى مذيعه زي دي. يعني طبعا برضو التكنولوجي يعني سهل لهم حياتهم اكتر، لان احنا مثلا بنستخدم تكنولوجيا المعلومات في تنميه مجتمعهم، بما انهم لهم طابع خاص ولهم ظروف اجتماعيه خاصه وخصائص خاصه. فطبعا فخامه الرئيس لم يغفل عن هذه الفئه، عشان انا مش هنمي بالعنصر البشري بس، ولكن واسيب الفئه دي لانها لا، ده هي اهتمام فيها كبير بهذه الفئه طبعا، فيها عدد كبير جدا ومهول، وانا لو ما استثمرتش واستفدت بيه انا مش هحقق تنميه مستدامه مظبوطه ل 2063. فبصراحه يعني احنا بنحيي وبنشكر فخامه الرئيس على الاهتمام بهذه الفئه، وطبعا المجتمع المصري ما شاهدش الاهتمام بهذه الفئه من قبل، وخاصه في التحول الرقمي والتغيرات التكنولوجيه الحديثه. شفناهم هم بارزين ازاي ودورهم بارز، وسهلت الاندماج بتاعهم في الحياه واندمج المجتمع ليهم في شتى المجالات. خليني ما اقولش هذه الفئه، ولكن اقول جزء من نسيج الوطن ذوي الاعاقه أو ذوي الهمم. من جديد وإحنا بنتكلم عن الحماية الاجتماعية، خليني برضه أقول توفير مظاهر الحماية الاجتماعية لكبار السن. أعتقد كان في كلام في الفترة الأخيرة أن هيكون مزيد من التسهيلات بالنسبة لكبار السن، سواء في الانتقالات أو في المواصلات العامة أو في الخدمات العامة المقدمة من خلال الجهاز الإداري للدولة، فبرضه ناخد شق كبار السن. هو أكبر خدمة ليهم أن هم يعني يحدوا من الوقوف على قوائم الانتظار. لما ما يروحوا ياخدوا خدمه يبقى ميسره ليهم اكتر، يبقى ليهم شباك خاص بيهم، مقاعد خاصه بيهم. وشفنا برضو مصلحه الشهر العقاري، لو حد عايز يعمل توجيل او حاجه بتعمل خدمه المنزليه اللي هي بتروح لهم، لو حد عايز يعمل تحاليل بالنسبه للرعايه الطبيه ممكن حد يروح لهم البيت، بييسر عليهم الحركه بتاعتهم والنقل. هل كبار السن فعلا بعد ال50 ليهم دلوقتي تامين صحي خاص بيهم؟ يعني اي شخص عدى ال50 عام من حقه يدخل في منظومه التامين الصحي؟ أعتقد الدولة بتدرس الملف ده دلوقتي وهتصدر فيه قرارات قريبة إن شاء الله. ممتاز. وطبعا احنا شفنا ان وزيرة التضامن الاجتماعي اعلنت زيادة 15% للمعاشات، وده طبعا حاجة رسالة طمأنينة ليهم في ظل طبعا ان مصاريف العلاج والحياة المعيشية طبعا زادت، فده بييسر عليهم وبيسهل عليهم اكتر. وفخامة الرئيس يهتم برضو بالمسنين، ويعني فكرة انشاء صندوق خاص بيهم وتحقيق رفاهية، وطبعا في أندية للمسنين، فطبعا ان هو يطورها ويهتم بيها ده بيهتم حاجة كده اسمها رد الجميل. حضرتك كده بتهتمي بشريحة أخرى هي شريحة كبار السن. تمام. خلينا نقول برضو ان وزاره الضمان الاجتماعي في ظل الحكومه الجديده هتتوسع في مظله الحمايه الاجتماعيه لتشمل المتعافين من الادمان. لماذا الالتفات الان الى هذه الشريحه وبهذه القوه؟ اعتقد محتاجين نتكلم في هذه الجزئيه. هو بس هو مش من الان، يعني هي الدوله بتسعى من زمان لهذه الشريحه وبهذه القوه الحمد. يعني النهارده في توسيع للمظلة وبنضم هذه الشريحة إلى هذه المظلة، أمر مهم جدا عشان بنأكد عليها بس. يعني شفنا حملة انت أو مخدرات، وطبعا كان بطلها محمد صلاح، دي كانت حاجة ان هو كان رمز من رمز الشباب، واللي انت تقدر بس مش بالمخدرات، انت تقدر بحاجات تانية، تقدر تعافل في المجتمع. وطبعا المدمنين متعافين لما بيخرجوا ممكن ياخدوا مثلا قرض صغير يعملوا بمشروع يعملوا بحاجة، بس دلوقتي في الفترة ديت بنعمل فوكس على ايه؟ اللي انت تتابع، انت مش تديله مشروع او تديله كارد وتسيبه، لا انت لازم تعمله نظام متابعه مستمره ولحظيه وشهريه واسبوعيه، بحيث ان انت تضمن عدم انتكاسته مره اخرى، عدم الرجوع للمخدرات. صحيح. وعدم يعني اصحابه برضو ممكن يجذبوه تاني ويقولوا له نظام التشويق انت مش هتيجي انت كده، فطبعا موضوع المتابعه ده مهم جدا. فعشان كده الدوله دلوقتي اهتمت بيه من ضمن برامج الحمايه الاجتماعيه، عشان في برضو انواع كتير جدا من
الإدمان ظهرت، والإدمان الرقمي، الإدمان الرقمي اللي هو بيحط نسبة ذبذبات لموسيقى معينة في ودنه وبيبقى معصوب العينين وبيترمي على الأرض، وده برضو موضوع من الإدمان. وطبعا الصفحات اللي هي داخل الديب فيك برضو بتروج للمخدرات. فالشباب طبعا أنت مش قادر تمسكها زي الأول، تعمل لها توعية مجتمعية وتنزل توعية في الجامعات، ده ممكن وهو جوه غرفته حد بيحرضه. أيوة. فمحتاج اللي هو مزيد من العمليات الوقائية والعمليات التوعوية أكتر، بحيث إن هو يعني مخه ما ينشرتش نحو المخدرات أو يرجع لها تاني، أو يبقى عارف إن ده طريق أصلا آخره مسدود، وبرضه هيخسرني كمجتمع، مش هقدر أنمي شخص عندي. وطبعا الشباب طبعا أكثر فئة للمخدرات، وأكثر فئة برضه ممكن أستفاد بيها لتنمية المجتمع، صحيح. فلابد من الاهتمام بيها وما اهتمام بشريحة المدمنين لمنع الانتكاسة مرة أخرى بمنظور يعني متعدد الأبعاد، ما يبقاش من منطلق واحد اللي هو خلاص تعافى اتعمل له مشروع وبس وقفت على كده. لا، أهمية المتابعة ضرورية حضرتك جدا لتحقيق بتحوليهم من الهدف، عنصر ضعف او عنصر سلبي الى عنصر قوه. ويكون إيجابي ويكون ايوه متفائل، ما صحيح. عندوش طاقة سلبية، مش يعني ما الدولة برضو متحملة، لو هو مواطن عندها هي لو ما سندتوش هو مش هيطلع مخرجات منها. فلابد طبعا ان احنا نهتم بهذه الفئة ورعايتها وتحقيق اكبر نسبة من الرفاهية فيها. حضرتك كنت حابه تكلمي عن عنف الانترنت، يعني صح الكلام؟ يمكن ناقشنا ده في الفاصل، فانا عاوز افهم من ضيفتي الكريمه اكتر عن فكره عنف الانترنت، وطبعا اللي بترتبط بالشباب بشكل كبير، حضرتك قصدتي بيه ايه يا فندم؟ وقصدت بيه اللي انت يعني جوه منظومة إلكترونية بتعمل تك، بتخش على مواقع تانية انت مش عارف مين هم دولت، انت مش عارف المواقع دي ايه مصدرها، مش عارف ايه الهوية بتاعتها، ممكن تأثر على هويتك وهوية بلدك، تجري ورا الشائعات. طبعا الاتجار بالبشر على الانترنت، طبعا احنا شفنا كثير جدا من الجرائم الالكترونية، وده سببها المجرم الالكتروني. وفي قوانين دلوقتي بتدرس في مجلس النواب علشان يصدروا قوانين تحد من الجرائم الإلكترونية. تمام. وطبعا العنف الرقمي ده اللي هو طبعا أكتر حاجة ممكن تتعرض لها المرأة اللي هو الابتزاز الإلكتروني، واللي طبعا ده بيهدد حياتها وبيهدد معيشتها وبيخليها ليه غير قادرة على إن هي تمكن نفسها وليه تحقق تنمية في المجتمع وتشارك في المجتمع وتكون منتجة. فطبعا ضرورة الحد من العنف الرقمي دوت طبعا بورش العمل والندوات والتوعوية، ما هو ده ليه وطبعا شقين، الحملات شق خاص، الإعلامية. شق رقابي من الدولة على شبكة الإنترنت، والشق الآخر هيكون خاص بالمواطن نفسه، يعني فكرة التعامل مع الإنترنت وإيجابياته وسلبياته، وإزاي تقدر تستفيدي بيه ما يبقاش عنصر معوق ليكي أو يستغل يعني انا عجباني استغلال فكره خاطئ ان حد يعني. يبعت لي رساله على الموبايل مثلا بنك معين ما تفصحش بارقامك السريه لحد، وطبعا ده نوع مزيد من من انواع التوعية. العنف. انا مثلا انا طبعا عندي تكنولوجي وعندي بنيه تحتيه تكنولوجيه، انا عندي وعي، غيري مش عنده وعي. فطبعا الرسائل التذكيريه دي برضو بتخلي المواطن عنده نسبه وعي ونسبه ادراك بما يدور ما حوله، ان هو ما ينجذبش ورا اي صفحات غير موثوق فيها او اي اخبار او اي شائعات، وده برضو يعتبر بروتكت او نوع من انواع الحمايه الاجتماعيه برضو للمواطن. انا مش هاخدها بمنظورها القديم، انا لازم اخدها في اطار التكنولوجي واداره التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي، وان انا احافظ على الهويه الوطنيه المصريه. طيب التوسع في مظله الحمايه الاجتماعيه خلال الفتره القادمه، واضح انها هتكون سياسه الحكومه الجديده، هتفيد بايه؟ او حضرتك هتصب في مصلحه المواطن ازاي بشكل مباشر؟ بشكل مباشر يعني هتحس ان انت مواطن وده حق من حقك اللي انت بتاخده، الدولة مش بتمن عليك، انت ماشي ومبسوط في الدولة. طبعا هيحد كتير جدا من الهجرة غير الشرعية، هيحافظ على شبابنا، هيجذبهم جدا للبلد. وطبعا انا لما ارعاك جوه بلدي ببرامج ومبادرات وحاجات في الاخر بتصب في مزيد من الحمايه الاجتماعيه وبحميك جوه الوطن، فبالتالي اللي انا هحقق لك نوع او قدر عالي جدا من المواطنه، فهتهتم ببلدك وهتبقى قاعد فيها وحابب ان انت تنمي بلدك وتتنمى من وانت جواها. اخيرا عاوز اخد منك تعريف لفكره العداله الاجتماعيه وكيفيه تطبيق العداله الاجتماعيه وتعزيز العداله الاجتماعيه، وازاي دي بتصب الحقيقه في النهايه فيما يسمى بالتنميه المستدامه. العداله الاجتماعيه انا من وجهه نظري اللي انا يعني اللي انا ما يبقاش عندي عدم المساواه، لازم المواطنين يكونوا زي بعضهم.
وطبعا في يعني مصطلح مهم جدا اللي هو مكافحة الفساد والحوكمة في تقديم الخدمات للمواطنين. ده برضو بيديني نوع من أنواع العدالة الاجتماعية، لأن أنا ما أديش مواطن على حساب مواطن، أدي فعلا اللي يستحق. وطبعا بمنع طبعا الرشاوي، بمنع الفساد، كل ده من الدور الرقابي والتوعوي على أنظمة وأجهزة الدولة في تقديم الخدمات لهذا المواطن، ومن هنا بحقق عدالة اجتماعية حقيقية. هل هيكون في توسيع لمظلة الحماية الاجتماعية أكتر خلال الأيام القادمة؟ أكيد طبعا، يعني بجد أنا مستبشرة خير جدا إن فخامة الرئيس عمل تعديلات وزارية في حقائب كتير من الوزارات، وده رسالة لكل مواطن، اللي هو رسالة طمأنينة اللي هو فعلا هيتحقق برامج الحماية الاجتماعية وبمنظور مختلف وبأشكال متعددة. دكتورة بسنت البربري، الدكتوراه في العلوم الاجتماعية من جامعة الإسكندرية، حضرتك نورتينا ميرسي، ربنا شرفتينا يخليك. وأضفت لنا، شكرا جزيلا لك. ميرسي يا فندم. شكرا جزيلا. مشاهدينا، لحد هنا بنوصل معاكم لختام حلقتنا لهذا اليوم على أرض مصر، وغدا فريق عمل جديد.